طب الجزء التكتيكي والفني اللي بدأ بيه المباراه كابتن فتحي 4-2-3-1 طبيعي جدا ان هو يعني كان في بعض المدربين او بعض الخبراء بيقول لك احنا بنلعب بره ارضنا، ممكن ليه لا يلعب ب 4-3-3 او يزود وسط الملعب شويه بحمدي فتحي، يبقى حمدي والسوليه وديانج موجودين، ويبقى في عندنا مثلا حسين الشحات ثلاثه. ثلاثه. رؤيتك الفنيه في التشكيل دوت او في طريقه اللعب ديت كانت حضرتك متوقعها؟ يعني كنت متوقع هيلعب بثلاثة ولا باثنين؟ ولو كنت في مكانه كنت بدأت ازاي؟ لا انا يمكن حتى سئلت برضه بغض النظر عن النتيجة، سئلت يعني في احد القنوات الفضائية، يعني ننسى النتيجة، قالوا لو انت مدير فني، قالوا لو انت مدير فني هتعمل؟ قلت لهم انا هلعب الاسلوب العادي بتاعي والتكتيك العادي 4-2-3-1 وهبتدي اضغط فرقة من قدام. الوداد من قدام. قالوا يعني مش هترجع على؟ قلت لهم لا، لازم اضغط، احس ان انا النهارده ادي ثقة لعيبتي في الشق الهجومي، احس النهارده ان انا بربك حسابات الوداد، ما لازم النهارده احس يعني الجول اللي جه في الدقيقه 3 جه ليه؟ ضغط، ضغط النهارده محسن، مروان محسن وقفشه الاثنين ضغط على الاستبارات. مظبوط. يحيى جبران النهارده تعطل في الكوره، اما قفشه لو بعيد مش خلاص ضغط عليه، خد الكوره جول في الدقيقه 3. فالدقيقه 3 ادت ارتياح للعيبه، ادت ثقه للعيبه، لعيبه النادي الاهلي امبارح تحس ان هو بيلعبوا في مصر، مفيش خوف، مفيش رهبه، في ثقه في الاداء، مفيش اهتزاز، يعني مفيش تشتيت، لا بننقل الكوره وفي ثقه وفي استحواذ. كل هذه الامور زي ما قلت لك امور كلها بتبقى ترجع ان اللعيبه فيه جاهزيه، والجاهزيه الفنيه والبدنيه بتدي حاجه كويس، ولكن التكتيك لا هو اسلوب مناسب لهذه المباراه. يعني هذه المباراه لان انت لو حطيت نفسك ان انت هتلعب بثلاثه وسط ملعب هتحط نفسك تحت ضغط، هتدي يعني تحت ضغط وفرقه الوداد. ممكن فرقه الوداد يعني حتى امبارح لو تلاحظ كل كوارهم طويله، يعني كل كوارهم طويله على راس الحربه باكاي ده، وانا شايف ان مؤهلاته النهارده كمحطه وان يطلع فرقته لا ضعيف. يعني ضعيف، عشان كده كل الكور اللي حتى بتتلعب طويله كان من نصيب ياسر او ايمن اشرف. عمليه كلها كانت سهله بالنسبه لي. مش شايف ان ممكن يكون في تغيير في التشكيله خاصه مع عوده العناصر الجديده؟ محمود كهربا دلوقتي دخل، يعني ممكن في المباراه اللي جايه موسيماني يعتمد عليهم بشكل كبير ولا يثبت التشكيله دي؟ وهو بينه وبينك انا في رايي التشكيله دي انا شايفها تشكيله كويسه، يعني برضو خلينا نتكلم بواقعيه، مروان محسن بيتحرك كتير ومحطه، وامبارح برضو يمكن شاط شوطين كويسين جدا على الجول. حسين الشحات الجنب اليمين بيؤدي دور النهارده، اصل الجنب ده دايما يؤدي دور دفاع وهجوم، والكابتن هاني عارف ان انا دايما بيبقى في ارتباط بين الاثنين، ظهير ايمن والراجل اللي بيلعب في الجنب اليمين قدامه. الناحيه الثانيه كان اجاي برضو وعلي معلول في تفاهم كبير، واجاي بينزل درجه انه بينزل درجه 6 يارد ده بيدافع، وده بيساعد علي معلول انه يتحرك لو اجاي حتى دخل كراس حربه ثاني، بيدي مساحه لعلي معلول انه يشتغل بارتياحيه. فالحته دي فنيا انا شايف الامور قفشه طبعا بيلاعب الفرقه، وقفشه كويس جدا في حته تنظيم اللعب وتغيير اللعب، عنده رؤيه كويسه جدا، فانا شايف التشكيل ده مناسب جدا برضو حتى في المباراه القادمه.